بسم الله يا ابو عبد الله. مصيبة زي اللي حصلت دي كان ممكن نمنعها لو كنت اتكلمت من بدري. الحمد لله يا باشا، قدر ولطف. مفيش اصابات ولا ضحايا، شوية تدمير في المباني اكيد متأمن عليهم. وتفتكر موضوع خطف ابنك يا محفوظ هيعدي كده؟ من غير برضه ولا اصابات ولا ضحايا؟ شاكر باشا، سبق وقلت لسعادتك. دي مسألة خصوصي بيني وبين ابو خليفة. يا سلام. واحنا بقى ايه في الموضوع ده؟ طيشة؟ تكونش فاكرها غابة زي اللي كنت عايش فيها هناك ما بتوع أهل الكهف؟ ها؟ كل واحد ياخد حقه بدراعه؟ في هنا نظام، في قانون. والله سعادتك اللي تشوفها صح، اللي أشوفها أنا مش مهم. المصايب اللي تعرفها تاني يا محفوظ نقدر نمنعها قبل ما تحصل. معرفش حاجة يا باشا. أيوه بس كلامك مع نصر وتهديدك ليه؟ بيقول إنك تعرف وتعرف كتير كمان. تحب أسمعك أنت قلت إيه؟ من غير ما تسمعني يا باشا، أنا عارف الكلام اللي أنا قلته. أنا عارف الكلام اللي أنا قلته. وسبب قلت لكم من اول ما جيت هنا على كل حاجه، ما عنديش حاجه اقولها. يعني تعرف ومش عايز تتكلم صح؟ يا باشا انا عملت اللي انتوا طلبتوه مني. سلمتكم ابو خليفه على طبق من ذهب انتوا اللي ما مسكتوهوش. مش ذنبي بقى، اعمل لكم ايه؟ سيبوني بقى اشوف حالي، اشوف ابني اللي راح مني. على فكره يا محفوظ، على فكره ابو خليفه ما يهمناش قدك. ها؟ ابو خليفه واضح ومعروف وعارفين احنا عايزين منه ايه بالظبط، انما انت لا، محدش عارف لك سكه ولا اتجاه. كل يوم والتاني تطلع لي بفيلم، انت البطل بتاعه وانت النجم بتاعه وانت المخرج بتاعه، والاعلام يهلل والناس تطبل وانت نجمك يطلع في السماء. ايه اهم حزب في البلد؟ اهم حزب في البلد يغازلك، تطلع لهم لسان وتقول لهم مش لاعب؟ ليه بتوع الدقون بتوع امبابه يقولك لحد الجامع لحد عندك وفي الاخر يقول ما يعرفكش؟ الشيخ مرسي بتاع الجامعات راخر يقول ما يعرفكش. انت مين بالظبط يا محفوظ؟ يا باشا كل الخيوط الملعبكه اللي انت قلت عليها دي انا ما لعبتهاش، هي الدنيا كده ما تديش محتاج، بس انا وراها وراها يا انا يا هي. كلامك ده مش مفهوم يا محفوظ. مفيش وقت للكلام يا شاكر بيه، هنفضل نهادي ونتكلم كده لحد الواد ما يروح مني ولا نقول شو شغلنا بقى؟ بص يا محفوظ، انا ما اوريش شغلانه غيرك. انت ليه ما نبهتناش من الاول وحذرتنا من قبل القنبله ما تنفجر؟ ها؟ تاني احلف لسعادتك بايه؟ انا ما كنت اعرف. انا لو اعرف كنت قلت لسعادتك. انا رحت هناك عشان اقابله زي ما هو طلب مني. هناك فهمت ان اللعبه فيها تفجير وانابل. ما اعرفش ازاي، شيء الهي الهمني كده. الانابل يا شاكر بيه. انابل ايه؟ امتى؟ الانابل اللي ما انفجرتش. مالها؟ الانابل دي هي اللي هتوصلني لابو خليفه عبد الله.